جنوب التمرير احمد جلال يمر احمد جلال خطيره اذا بحث عن الزاويه البعيده فضل التمرير الباسم علي باسم جول ممكن جول 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 الفرسان فيصل كاظم فارس فرسان بني بصره هو من ينجح فارس فرسان نفط الجنوب يتقدم بأول أهداف المباراة جول صالح نفط يا سلام على الاسيست يا سلام على تمريرة الباسم على أقدام الفيصل يرجع بافتتاح اول هدف المباراة في الدقيقة 65 1-0 لنفط الجنوب هم من يسجلون اول هدف المباراة حتى اللحظة ابراهيم باسم علي والفينش الجميل لفيصل كاظم كرة لخارج الملعب رمي التماس حمام يلعبها سريعة عماد المحسن يتقدم عماد يتقدم عبر الجهة اليسرى تأخذ منطقة جزاء المرور ركلة جزاء ركلة جزاء لصالح القوة الجوية وبطاقة صفراء نصيب جاسم فيصل في اعتراضات في دكة البدلاء لكن هنا الخبر العاجل ركلة جزاء لصالح فريق القوة الجوية وجاسم فيصل ينال البطاقة الصفراء ركلة جزاء شوف الإعادة والله من مكاني هذا ما فيها شيء لكن القرار الأول والأخير والزاوية الأفضل لدى ركلة جزاء أمجد راضي يتقدم لمواجهة عدي طالب أمجد يتقدم يسدد في المرمى جول أول هدف الجوية ينجح في تحقيق التعادل ما أريد أشيل همي أو تجاريني بحنيني بس أريد الدوري الجوية هذا ما تقوله جماهير الجوية أمجد وضع عدي في زاوية وضع الكرة في زاوية في ركلة جزاء ستثير الكثير من الجدل من الحوارات من الأحاديث بعد هذه المباراة الجوية يتعادل دكة بدلاء الصقور سعيدة بتعديل النتيجة